مع بدء الموسم الدراسي الجديد بيستعد أولياء الأمور ليشتروا قائمة بمستلزمات أولادهم من اللبس للأحذية وأيضاً الحقائب المدرسية يلي تعتبر من أهم الأغراض يلي بيعتمد عليها الطلاب طول هالفترة. الأهل من المفروض يعتمدوا باختيار حقيبة المدرسة المناسبة للأطفال على عدة أمور ومفروض تكون بعين الاعتبار، منها عمر الطفل، حجمه ووزنه ومرحلته الدراسية وغيرها من هالمعايير، بعكس الطالب يلي بيهتم بالشكل الخارجي للشنطاية وبس. من أهم القصص يلي لازم ينتبه للأهل إنه يكون تصميم الشنطاية مريح لحملها بسهولة ويكون إلى أكثر من جيبة لتنظيم الأدوات والمستلزمات بداخلها. الاهتمام بخامة ومتانة الحقيبة المدرسية عن شرائها. الحرص على شراء الحقيبة يلي بتناسب عمر الطفل وحجمه من طول ووزن كرمال ما تعمل له أضرار صحية من الانحناء بالعمود الفقري ووجع الظهر أو حتى تعرض الطفل للشد العضلي، وممكن يوصل الأمر لا تشوه بشكل الكتاف وبتزيد من احتمالية تعثر الطفل وفقدانه للتوازن. تجنب شراء الحقائب يلي لونها فاتح كرمال ما تتوسخ بسرعة، والتأكد من أنه الشنطاية بتحتوي على حزامين للكتف وقابلين للتعديل، لأنه الحقائب يلي بتكون لكتف واحد بتسبب الانحناء بالعمود الفقري للطفل وأيضاً وجع بكتفه. عدم وضع الأغراض المدرسية يلي أطرافها حادة بالجيوب القريبة من الظهر كرمال ما تأذي الطلاب. الحرص على ارتداء الحقيبة المدرسية بالوضع الصحيح وهو ثني الركبتين من دون ثني الجزع. فخلونا ننتبه على شو عم نجيب لأولادنا كرمال نحميهم قدر الإمكان من أي ضرر ممكن يصيبهم.